لهذا الموقع أهمية كبيرة، فهو يمثل استمرارية فريدة في التعبير الديني والروحي في قلب دمشق القديمة لجميع الحضارات والثقافات التي تتالت منذ العصور القديمة وحتى الآن. أنشئ الجامع الأموي بأمر من الخليفة الوليد ابن عبد الملك الأول، ودفعت تكاليفه من عائدات ضرائب الدولة التي جمعت على مدى 7 سنوات في موقع ارتبط بالعبادة منذ العصر الحديدي. ففي مملكة آرام دمشق كان الموقع مكرسا لعبادة الإله السامي حدد، وبعد الإسكندر المقدوني كرس المعبد لزيوس اليوناني، ومع الرومان تم تكريس المعبد لإله جوبيتر، وبقي كذلك حتى العام 391 عندما قام الإمبراطور ثيودوسيوس بتحويله إلى كاتدرائية على اسم القديس يوحنا المعمدان. منذ بداية الحكم الإسلامي استخدم الجزء الجنوبي من الفناء الداخلي للصلاة، مع استمرار وجود كنيسة في الموقع نفسه إلى حين تفكيك الكنيسة وبناء الجامع. بني الجامع ليستوعب توافد المؤمنين بالدين الجديد للصلاة، كما أن بناؤه بهذا المقياس يعتبر محدداً لمرحلة جديدة وتعبيراً سياسياً عن النظام الجديد، يرسخ صورة دمشق كعاصمة للإمبراطورية الأموية. تتألف قاعة الصلاة من 3 أروقة موازية لجدار القبلة، ومقطوعة في المركز بجناح عمودي مرتفع لتأمين الإضاءة الطبيعية. يكسو جدرانها الرخام، أما الأروقة وقاعة الصلاة فهي مغطاة بأسقف خشبية جملونية باستثناء مركز جناح حيث القبة الخشبية. زينت جدران المسجد بفسيفساء مماثلة لتلك الموجودة في قبة الصخرة، مع صور لقصور ومنازل مجاورة لنهر لربما تمثل نهر بردة في دمشق أو تمثل وصف الجنة في القرآن. منذ العصر الأموي تعرض الجامع إلى العديد من الكوارث، وقد رمم مرارا وتقرارا وأحدثت له إضافات تحاكي فتراتها، أما مخططه الأساسي فظل كما هو. استخدم الجامع الأموي كمثال للعديد من المساجد التي بنيت بعده في الشام والأناضول ومصر وحتى الأندلس، واستمر هذا التأثير خلال عدة قرون، ولعب دور الوسيط بين هندسة ما قبل الإسلام وما بعده، ونقل مفردات من الهندسة الرومانية البيزنطية إلى الهندسة الإسلامية.